سلطان وينك؟ يا انت 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 السفيت سلطان انت سلطان السفيت يلا اثنين بوستر يلا يلا من ذا المكتب؟ يلا هذا سنجي انا والله سعود يلا وين وين موجود موجود خلاص يلا ابدا يلا ابدا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا 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 بس بس مرتيني ميوت 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 يا عيال ما شم من بوست تكت كم من بوست راح تحط اثنين 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 صح اثنين كف كفر المهام يقطع شكلك طالب بتقليل المهام يا اخ ما ودي اكل كنت الحين انا عندي سؤال ليه انا دائما تجيني مهمة الزبالة ايش قصدك يا اخي كل زق ما كلمتك ثاني حاجه ثالث حاجه ما حد يحبك ورابع حاجه انت جيت بالغلط انا جايبينك عشان الطبله 50 ريال يا حبيبي كل زق يخرب الكيف ويجيش حط حط ميوت 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 يا عيال ميوت بس بلا مبزره خلاص يا الله اللي سوي البطاقه انا اسف عليك بس حسنين اوكي يا عيال جمع كل شك ثاني خلني اتكلم اول شيء يا عيال انتم عارفين حركات اني دائما اصوت وانا اكون امبوستر انا مني امبوستر يا اخي يا زق بسرعه وين اول شيء اول شيء اول شيء انت كل زق نكمل يلا بعد كمل سالفتك ايوه اوكي انا شفت التلفاز 11 يطلع بالكاميرات ومين كان في جوه دقيقه مين قاعد يتكلم الحين حمد كل زك حمد كل زك انت جبت بس حدا طب انت تفكر فلاش ابو سليم ايش القرونه ابو سليم لا اتكلم اللي اسمه حمد اوكي طيب شفت مين اللي كان في الكلمات ان ما ادري يا شباب اسمع انا بوصه لو قتلتني انت ما انت رجال ومخنث يا عيال اللي كان بالكابات يا شباب بعطيكم كلمه بعطيكم كلمه على الكابات بعطيكم جد وعلى عم جد وشطرني قبل ما تطفي الكهرباء بشويه يا البك اللي كان بالكابات ما هو ميت احنا ما منور يعني نعم نعم يا عيال اللي اسمه موتو ما ادري موتو يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا عنده صدع عشان يقفله حط ميت ميت توك يا تتفزع اسكت يا حمد اسكت حمد اضغط اضغط اي شيء حط على اي شيء حمد مت مخه مضروب بعدام المنتو يا رميت ميت تعالوا الخط مين ذا من ذا الولد الذي اللي عنده صلصه بالله يعني مني مسمي مني مسمي نفسه ما منوره ما هو توباك قال لك شنو طالعي؟ اه توباك قال اسم جيد صح اسم جيد طب خلصت ميوت في واحد مد نفسه ميوت سمعنا مهمته بطاقة كاملة يا اخي شو سوى قدر الله يلعن الله كنت قلت الحين عادي لو واحد يسوي نفس مهمتي يعني تكون عندي مهمة يسوي واحد نفسه يب يب زي ما تتصرف على اللمبات اللي بالشيل كل يوم يوم نفس المهمة جاوبني يا زك انت حق لو قلت يا عيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أول حاجة طبعا أول حاجة عندنا
خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم لا محتاج خليني اتكلم شباب انا كنت ادل خليني كنت ادل الالكتريك طيب خليني اتكلم كنت ادل الالكتريك طيب كذا انا كنت على طرف الزاويه شفت الفنت حق السكيورتي انفتح طلعت كذا اطلع فوق القى مين القى الرمادي ما شاء الله تبارك الرحمن مبلط فوق الجثه ما شاء الله تبارك الرحمن عليه انا عندي دليل يا ابو سيطر يا مطلق فوق الجثة بقول شيء بقول شيء بقول شيء بقول شيء سرمي شبته عن الاصمر كل جاك شبته عند حقة الحطاقة وما شاء الله سمعنا محمد الحطاقة كامل بقول شيء بقول شيء اول شيء تعال الاسود كيف حالك اول شيء على زق على ثاني شيء كل تبن يا اخي الاسود كيف حالك خش خوف بري بعدين اللي قال كل زق على شحبه كل زق كل زق يا شيخ على شحبه لا تسجل يا شريك خلاص انا شبحت بالخنفس حقتي السلطان ده جاب الخنفس حقتي سلطان شبه الخنفس حقتي يا كد وين الخنفسة خلاص يا شباب شرايك بالخنفس والله لا شو فيك يا شيخ شكل شكله عيال خلص الهم يا عيال عيال هذا خنفس بالله خلص صورة بس ما ابغى اصور ايه هذا خنفس انسى لو تجيني شك كيف تطعني فهري بالله كيف هذا شو الصين استغفر الله كانك طلب تاي يا اخي سعاد بس طب من الجيم تتكلموا في نص الجيم ايش بالكم ايش قصدك ايش قصدك حط حط الميت يا نقا خلاص 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 اللي شغله في الجيم لا 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 هنقبش فيها شيء بس حط الميت يا كويا حط الميوت كنت بعطيك ميوت هناك في شيء بالله اصبر انا قاعد اشوف حاجه انا قاعد اشوف حاجه بهذه طب تعرف تعرف يعني في الجيم في كثير يا قاتل ارحم امك قد تفكر منه يا قاتل شغل تويكس في نص الجيم يا عمي صوتك انك فكاه في فرشت كل زق يا شيخ ايوه توكس فاسا بقول شيء توكس بتعرف الميوت كل زق اللي حط الميوت هذا في المكان اللي انت خاطر يا اخي بحطه بمكان انت تعرف خلينا نتكلم بموضوع الجسد كل زق يا يولي البوستر بريدي تكلم يا لا لا اتكلم ابو سطام انت اللي اسوي طالع منا اسمك سطام كنك شط ادس اص 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 يا سامي دي يا الله سامي دي يا اخي خصوصك انت دي اجل جلال ما عندي ولا شيء يعني روح تلعب علق علي وفي واحد شافني اتوقع اني انا قاتل اوكي اها اوكي اوكي يا اخي ما ادري ليه احس انه انقله كانتي اي خلنا نتكلم انا على البني ها ايوه جيت من عند يعني من وسط جيت على اللاب لقيت سامدي طالع ايوه ترى سامدي ترى عندي مهمه وما شفت لك اثر يعني صاب الا صمدي انا شفته ثلاث مرات ايه بس ما شفت له اثر في ال ايش اسمه في الادمن ادمن؟ بعدين انت لا تشخصنا انت قلت شفته في الادمن يا الله يلا يا سامي دي صوت سامي دي صوت خلاص ايه طيب انا قد خشيت باب الادمن سامي دي صوت خلاص رايك مو مهم حاليا
يا حمد انت يا شيخ. يلا والله والله اتمنى من عائلات المجتمع انهم يخلصون مهامهم. اتمنى حبيبي تلزق انا مخلص. يلا انقل انا خلص الاول يا خلص بيوت يا شباب. توكس تقعد تشوف الخنفس حقي تالي صارك لك توكس كل زق انت توكس قاعد تشوف الخنفس تب لك بسبب ما تسمع اوكي عاد اكيد في ناس كثير بيحسبوني حاقد عليه بس والله ماني حاقد عليه حاقد عليه بالكلام بس اسمه توكس هو كافي توكس 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 ليه اشوف باب البلاع مفتوح كذا ومتكي فيه تلعب سوني اول حاجة خذ طيب ثاني حاجة انا فكيت اسمع انا اول ما خلص حق الكهرب قاعد تعد الناس الموجودين قاعد يلعب فورتنايت كل زق كل زق اصبر اصبر انا كنت في الكهرب قاعد اشوف الالوان الموجودة كله ما لد وطا طيب رحت كل زق كل زق انا مبوستر مكتوب كبير انا فكيت الادمن لقيت ان في واحد في الادمن من البداية ما تحرك يعني ميت من اول انا مبوستر تراك مليون طب توكس انت عندك هم الوان ما تشوف يا صراحه ما عندك تبرير انا مو صاحب مكوت كبيره والله يا سعود انك حمار وما خليك حارس عماره ولا يا رجال ما خليك نقاوه ما تبيع مالته حقك تشتغل يا شيخ انا مو صاحب ترى مكوت عملاقه وتخري كثير انت انا مو صاحب مكوت كبيره يا عيال توكس قام اول قام فتح خبص كل شيء وزرقها واحد واحد ياكل اي والله مجد خاص تعرف وين زرقها الجواب مباشر على حمد ايش تبغى انا بقول لك ليه حرفيا انا اقول لك اول مره شكان انا صامولي انت مبستر يلا صوت على حمد يلا صوتوا لي يا عيال اذا ما طلعت توكس انا مبستر يلا يلا اذا ما طلع حمد طلعوني بعدها طلعوا سعود طلعوا كل شيء ما يهمني يلا طردوني يلا طردوني يا عيال يلا يلا طردوني بس ابغى نفتك شويه من الرقرقه يا عمي خش ما كل واحد يتكلم طول الجيم ماما وين خش هاي فرصة انا حقتي يلا توكس يلا توكس اندور على انا وانا من بوستر شوف 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 بيو 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 احمد محسن سيم دي احمد دي احسن والله يا بالله ميوت يا توكس خلاص خربت ام اللعبه وضعت عليك انت ميت خلاص اسكت يا اخي ما نبي قرقرت قرقرت زرقاء خلاص اسكت عائلات المجتمع اللي ما خلصوا مهامهم اتمنى انهم يخلصونها دقيقة ثاني بدل ما توكس تتكلم ليه حقي تتكلم توكس انت قلت لي اذا انت ميت مالك حقينك تتكلم لما تكون ميت حتى انت